مشروع الميزانية 2020 من السنة الماضية 2016 سويت عليه، وإحداث اللجان الدائمة للمجلس الإقليمي للدويش. أولا الأمر حينما يتعلق الأمر بدراسة الميزانية، نستحضر دائما على أن لجنة المالية قد أعدت تقريرا في الموضوع وتوصيات في الموضوع لتعرضها على المجلس المنقر قصد تدارس ذلك ونقاش ما استطاع تلك التوصيات. إلا أن الأمر بالنسبة لهذه الحالة يصلح المجلس الموقع بكامله لجنة للمالية ويناقش الميزانية المجلس برمته، على اعتبار أن اللجان أو لجنة المالية لم تنتخب ذات، وكما تعلمون على أن القانون يلزم المجلس بإعداد الميزانية في أجل معين، أقصى هو 20 نوفمبر من هذا الشهر. طالما أن الأمر يتعلق بوضع استثنائي ناتج عن التشريع. شكرا سيد الرئيس، سيد الرئيس، سيد العميد، سيد الكاتب العام، إخواني أعضاء المجلس. سيد الرئيس، أنا متساءل عن هذه اليوم كنشوف مثلا في الباب ديال المصاريف، كنقول سيد الرئيس والمستشارين داخل وخارج المملكة، ماشي قطع فضل ولا مزاز. هذا واجدين واحد التصور عن سيد الرئيس والمكتب ديال العمل كنقول خارج المملكة، مكتب المصلحة ديال هذا المجلس. في هذا الوزن كاين عندي تساؤل حول مصاريف قمة التعاون. قريت لكم بلاد البلاد يعني مضاعف، واش المجلس عنده مشاكل؟ احنا عرفنا بان كانت مشاكل تعاون الى اخره، وكان ضعفنا معقول ان كانت لدينا الدرهم بعض المصاريف اللي احنا ما كناش واخدينها بعين الاعتبار على الخبره. غير نعطيكم مثال، نعطيكم واحد الحاله، مؤخرا كان عندنا ميزات مع واحد المقاولة ديال الطرق، كان خصنا نخلصو الخبرة ب 18 ألف درهم، إذا ما خلصناش كان سالفة في الحساب، خلصناها، شحال باش خسرت معنا تا 350 مليون، رفضت ليها المحكمة الطلب ديالها، بمعنى كون ما خلصناش كنا هذيك كانت غادي تسال، دونك أنا أعتقد بأن هذه المسألة باش تكونوا فاهمين. وبالنسبة لدور الطريق كما قال السيد الرئيس، انتم دابا عندكم العملية اللي كنتو خدام بها المجلس السابق تشكيلة بطبيعة الحال، هنا واد السلطة هي دائما حاجة من الآن، عندكم قضية زيادة 60 دوز، شنو كيدير؟ إما كتقطعوا عدد النزلاء وكتقسموا المبلغ كامل حسب عدد النزلاء والنازلين، وإما كديروا لك كتقطعوا زعما كاين طريقة أخرى، كديروا واحد المبلغ خاص للجميع ونبدأ بالمتبقي تقسم حسب عدد النزاعات. هذه طريقة. دار الطريقة في السلمان لا يخفى عليكم على أن الكلية في السلمان ما فيهاش تحليل جامعي. وبالتالي الوافدات من إقليم الدريوج لهذه الكلية فين كيسكن؟ كيسكنوا في دار الطريقة ديال السلمان. دار الطالبة ديال سليمان باش كتسير شأنها في شأن دور الطالبات ديال الإقليم المنظور والإقليم الدريوج، بالدعم ديال المجلس الإقليمي، بالدعم ديال المحسنين، بالدعم ديال البلدية. إذا المساهمة ديالنا راه 200 ألف درهم ما كتساويش حتى الموالي 20 ولا 60 طالبة اللي كاينة تما، ربما تكون أكثر. إن شكون اللي فاهم في دار الطالبة؟ 60% اللي كاين تما من الدريف، من يقدم الدريف. هذه من جهة، من جهة أخرى بالنسبة للمصاريف ديال النشاطات الفنية والثقافية إلى آخره،
هي كانت تدرس تقريبا هذه المسائل. الأغلب مش في قصر حالة كثيرة كيمشي بفاقية. بالنسبة للكتاب ديال الجمعيات هو الحديث عليه سابق في الأوانية ولكن لا تنجو به. أولا المجلس التقليمي السابق والذي أكن له كامل الاحترام كانت الطريقة التوزيع ديالو جد جد عادلة حسب السيري اللي كتعطي كل الجمعية حسب النشاط ديالها حسب المجهود اللي كديرو. نفس الشيء بالنسبة للمجلس الحالي هو مازال ما صرف حتى شي حاجة ولكن الطلبات اللي وافد عليه إلا جينا نلبيوها كاملة راه الميزانية ديال المجلس التقليمي كان كل جزء من الميزانية ديال 20 مليون درهم ما تكفيش ولكن كن على يقين سي عمر طريقة التوزيع ستكون عادلة وفيها حكامة وتحتيها لجنة خاصة تدفع 50 مليون غادي نديرو فيه مركز اجتماعي ربما يكون المعاقب ربما يكون يعني نقول مراقب نشاط الوديجة الخاصة ديال دور العجزة يعني تكون ديال ناس اللي عندهم احتياجات خاصة بشكل عام وممكن في نفس الوقت نخصو يعني إذا اتفقتو غادي نديرو على 500 ألف درهم لاقتناء عقار لمركز لبناء مركز اجتماعي وإحداث مرافق أخرى. علاش نقول إحداث مرافق أخرى؟ باش إذا خدينا كتاب ولا هذا المركز الاجتماعي ديالنا اللي 5000 متر ما غاديش نقول لك حتى 5000 متر ديما غتبقى في المجلس التقليمي يمكن ندير فيها مشاريع اجتماعية أخرى. بالخصوص المركز ديال المعاقب عندك اقتراح هنا وقت سيد العالم واحد 70 مليون سيد العالم شراء الآليات المجلس الإقليمي السابق مشكورا خدم واحد مجموعة ديال الجماعات لي زونجان لي تراكس ولكن بقاو جماعات وحدين أخرين واللي بقاو يمكن هما في نفس الحاجة من جماعات وحدين أخرين